روح لهرج روح لهرج او عيش حياته. واش محكم حسب عثمان والله واش محكم محسن واش محكم ملابسه وقد محسن التخيل واش محكم ملابس واش محكم ملابس ولا حوايجي بك البتلهمش ولا حوايجي بك البتلهمش وانا حياتي ضاعت ليا وانا حياتي ضاعت ليا وانا بقيت واقفه في ذاك النهار اللي مشى فيه ولدي مع ثلاثه نهار 28 نهار 4 برم دار ليله القدر مع ثلاثه العشيه وقفت حياتي تاع انا وقفت لولدي وقفت ليا تاع انا اش غتقول ليا ولا غتقول ليا اش من استئناف واش من بلاد ديال الزبل واش من دوله واش الحكاره الظلامه الحكاره الظلامه الحكاره الظلامه الحكاره الظلامه وحقروك ولدي وحقروك ولدي وحقروك وحقروك الله سبحانه وتعالى الله اكبر منهم كاملين الله اكبر منهم كاملين معنا بسوعة مولدات رمكم تا هي رمكم نفسوا انتوا ايه انتوا نفسوا انتوا نفسوا اللحظات انهيار والدة الشاب عثمان الذي توفي قبل فترة بعد مطاردة بوليسية إغماء وانهيار وصراخ في هذه اللحظات بالقرب من محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بعد سماع منطوق الحكم في حق الشرطي وذلك والمحدد في 3 سنوات هذا الحكم الابتدائي. عائلة الشاب عثمان لم تتقبل هذا الأمر ورأت أن في هذا الحكم وفي هذه المدة في حق الشرطي ظلما في حق ابنها الذي توفي غدرا. والدته لم تتقبل الأمر وكانت تصرخ بشدة وتعيد سيناريو الأحداث من ألفها إلى يائها هنا بالقرب من محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء. الأم في حالة هستيرية تتمرغ وتصرخ بسبب مدة الحكم في حق الشرطي الذي كان يطارد ابنها عثمان الذي توفي بعد مطاردة بوليسية. لم تتقبل الأمر الأم دخلت في حالة انهيار وفي حالة هستيرية بعد سماعها منطوق الحكم والمدة المحكوم بها على الشرطي في هذه القضية التي أثارت الرأي العام وأثارت جدلا واسعا. واحد محامي في المحكمة اش كيقول لهم كيقول لي انا واحد محامي في المحكمة اش قال لهم هذا سيدي هذا فحاك اللي دخل مدير الشرطي قال المجرم المتهم هو تسليم الاصدقاء ديالو قال المجرم قال لك ما ماش حنا مرا حامله ولد صغير التهور ديالو اجمع الله يرحمه الله يرحمه
خالق صار ما كاينش اللي غيعقل عليك خاص اي حاجه كاين في المقاس تكون عندك فلوس وكتشوف واحد كتشوف واحد شافر تمشي برا ودير كارطول وتنعس ياك تما غيحنوا فيك امانه راه ما كاينش اللي غيحن فيك كتشوف واحد شافر واخد 5 سنين اقتصاب كاع صافي كيعطيو 10 يقدروا يعطيو 10 سنين ودا عاتل عباد الله راه روح هادي يا سارة روح كيبدا راه ماشي امور كاملين رقع صحابو مشاو ياخذ 3 سنين ويتم خارج راه اي صاحبو غيبان ليه غادي هذا قتل ليه صاحبو راه غيدير حتى هو شي حاجه ما كايناش هادشي اللي بقى الا بان لينا حاله هيستيريه مازال كيقولوا قال لك الشباب متهورين راه الشباب اللي كتقول عليهم انتم متهورين راه شو كامل الباك كيقرا في لافاك يقرا في الثروه في قانون راه واحد النهار كل ما غيوصل لواحد المنصب ان شاء الله وغيحيوا هاد القضيه ان شاء الله هاد القضيه غتحيا ان شاء الله وغترجع وغتجدد الحكم عقلوا هاد الهضره كنقولوا مزيان وغدوز على العصر وما راه غيخرجوا وواحد المسكينه كتعذب يوميا كتجي في الدار الله يحفظهم الله ويحفظهم راه جابوا عدد المحامين حنا عندنا واحد واحد الشيء اللي كيطرف في المحكمه ماشي شي واحد اللي كيطرف في السجن وباقا نعرف انا ديالك وباقا نعرف ديالاش باقا نعرف ديالاش 3 سنين انا باقا نعرف ديالاش 3 سنين عتبان وكبدا والعمر وديالاش 3 سنين عتبان والعمر وكبدا والعقل في هذه اللحظات أم الشاب عثمان الذي توفي بعد مطاردة بوليسية تدخل في لحظة هستيرية من البكاء والإغماء بعد أن سمعت منطوق الحكم وهي محاطة بأصدقاء ابنها الراحل الذي توفي في فترة خلت بعد مطاردة بوليسية من طرف الشرطي الحكم الابتدائي والمحدد في 3 سنوات لم تستسغه عائلة الضحية الذي توفي غدرا حسب تعبيرهم ويطالبون بتحديد أقصى العقوبة في حق الشرطي الأم مصدومة بالحكم صدمة وانهيار وصراخ في هذه اللحظات بسبب هذه القضية التي أثارت الرأي العام في فترة سابقة وأثارت جدلا واسعا 3 سنوات بالنسبة للعائلة غير كافية ويطالبون بتشديد العقوبة في مرحلة الاستئناف إلى هنا ننهي هذا البث المباشر إلى اللقاء في بث مباشر آخر